فادي الحلبي موجود معنا اليوم. اكيد موضوعنا بيتعلق بالعلاقات الزوجيه. اليوم رح نحكي عن الحميميه بين الشريكين، قد ايه اهميتها وقد ايه لازم كمان يكون في نوع من البرايفسي او من الاشياء الخاصه اللي كمان ضروري انه تحترم بين الشريكين. اهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا. فادي، حميميه يعني مهمه اكيد وضروريه، والا ما بتكون علاقه زوجيه، ولكن ضروري انه يكون في مساحه بين الاشخاص. هلا كيف من رجلش هذا السؤال الكبير. الحميميه اكيد هي من اهم المؤشرات بقلب العلاقه اللي بتساعدنا نعرف قديش في شراكه حقيقيه، قديش انا عم حقق ذاتي بقلب العلاقه. وبنفس الوقت الحميميه هي مسار بقلب العلاقه، بينبنى شوي شوي وبيتثبت مع الوقت وبينضج مع الوقت. هلا الحميميه يعني بنسميها الانتيميتي، هي عده انواع او عده مستويات. خلينا نقول في بعض الاشخاص لما فكروا نقول حميمي بيفكروا بالانتيميتي فيزيك. اكيد الحميميه الجسديه هي جزء من الحميميه، ولكن اكيد ما بتختزلها. الحميميه بالدرجه الاولى هي لما انا اشعر بقلب العلاقه، بقدر الشيء اللي بفكره اللي بقوله اللي بشعره اللي بتصرفه بقدر وصله للاخر من دون ما احس انه عم بيحكم علي او عم بيسخف هالفكر او انه عم بيرفضه او ما عم بيتقبل انه يتفاعل معه. بمعنى لما اعيش حميميه بقلب العلاقه بحس انه في عندي مساحه اقدر اعبر عن ذاتي من دون ما احس انه الاخر عم بيحكم علي مسبقا او عم بيمنعني انه انا اكون ذاتي قدامه. هيدي اذا بدك بالشكل المباشر. هل الحميميه بتقطع بعده مستويات؟ بتبلش اقله على المستوى المكان، انه انا بعلاقتي بقلب البيت بقدر ما في مساحات مشتركه بيناتنا، بقدر ما مهم انه انا كمان يكون في عندي حميميه خاصه فيي. حميميه خاصه يعني اذا كان البيت كبير ممكن يكون عندي اوضه لحالي، يكون عندي مكتب، ممكن يكون عندي خزانه، يعني مطرح انا عن جد بشعر انه هيدا ملكي ما حدا بفوت عليه من دون ما ياخذ اذني. بحط اغراضي مثل ما بدي، بنظمه مثل ما بدي، مش مثل ما عزوقه هو او عزوقي انا. هيدا الرجل اكثر شيء بحاجه لها. ايه الرجل والمراه بمكان، لانه المراه هيك بتبقى اخذ كل المساحه، بتكون هي يمكن مسؤوله عن ترتيب البيت او بدها تكون يعني مسيطره على كل المساحه بمعنى ما. بس مهم انه كمان واحد يعرف انه انا عندي حميميه على مستوى المكان. هون عم بحكي على الحميميه الشخصيه، لانه ما بقدر ابني حميميه مشتركه اذا ما عندي حميميه مع ذاتي. يعني انا صديق مع حالي قبل ما اكون صديق مع الاخر. يعني انا بصارح لحالي بالمشاعر، مش بنكر الواقع اللي انا عم بعيشه وبتنكر له، بعيش يعني دنيا او ميكونيسانس. وبنفس الوقت انا بقدر اكشف للاخر حياتي الشخصيه وخليه يكون مؤتمن على تاريخ الشخصي. وهون في شغله كثير مهمه، انه الحميميه بالتاريخ الشخصي لازم جدا انه نحترمها على مستويين. يعني انا لما اكشف لك عن شيء أنا عشته بالماضي، جرح، محنة معينة، وخبرك عنه، ضروري أنه هذا الشيء ما تلعبيه ضدي يوم الأيام إذا قطعنا بنزاع أو مشكل معين وهدتك أنه أنت عملت هيك أو أنت أهلك كانوا هيك وأنا لأنه تمنتك على هذا السر. حتى لو الشريك ما كان يعني كان مركز ومنتبه أنه ما يهت الشريك الثاني بنقطة معينة بيكون عرفها عنه، بس ما بتأثر على حكمه على الأشياء هو شخصيا حتى لو ما عبر يعني عن هالشيء. لما بيعرف بظروف معينه بتصير تاثر على حكمه على الاشياء وعلى الظروف يلي بتكون جديده، كيف يعني يعمل كنترول على هالموضوع؟ مش هيك انا قلت انه مش هيك انا قلت الحميميه بتنبنى مع الوقت. انا بقرر شو بدي اكشف في الماضي. انا ماني مطلوب منك، مش مطلوب مني انه انا اقدم لك مثل كنترول دو كشف عن حياتي كلها، لا بالحاضر ولا بالماضي، ولا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. هيدي بدنا نطلع منها انه انا دائما لازم يكون كل شيء لازم يعرف عن الشريك الاخر. لا، الحميميه مع الذات بتقتضي كمان انه في عندي افكاري، في عندي خبراتي يلي اوقات بتبقى بيني وبين ذاتي. بس هيدي اليوم مش كثير موجوده. هيدي مش هيدي بالاغلب يعني موجودة. خاصه اذا عم نحكي عن الماضي، بلكي بلشنا نفكر انه انا الماضي تبع الشخص منه ملكي بس. مزبوط. الحاضر منه كمان الحاضر بمعنى انه انا عندي حاجات، عندي رغبات، عندي افكار، مش مطلوب مني انه انا كلها شركه او اقدمها للاخر او اخذ اذن من الاخر الا اذا كان يعني بتاثر عليه. اكيد يعني بمعنى انه كل علاقه بتنتقل من علاقه شراكه لعلاقه سيطره، فيها دوميناسيون، نوع من سيطره او تملك لافكار الاخر، انه كل شيء بدك تفكر فيه بدي اعرفه، كل شيء بدك تتصرفه بدي اعرفه. بطلنا بعلاقه شراكه حقيقيه، صرنا بعلاقه دومينو دوميني. وهيدي العلاقه كمان بتخدم لفتره معينه بس لها اكسبايري ديت، بدها تبج بلحظه من اللحظات. مشاكل الحميميه انه انا اقدر نسق او اعمل توازن بين علاقتي مع ذاتي وعلاقتي مع الاخر، الحميميه المشتركه. قلنا على مستوى المكان، على مستوى الزمان كمان كثير مهم، انه في وقت للكوبل،
في وقت للولاد بس في وقت لإلي كمان. وبدك تحترم وبدك تحترمي إنه أوقات أنا مش قادر أكون حاضرة لإلك أو لإلك، عندي وقت الخاص وما بدي أحس إنه هيدا الوقت كمان إنه في دايما انتهاك لهيدا الخصوصية. بقدر ما بفهم الآخر إنه عنده حاجاته بس ما بتكون كمان على حساب الحاجات الأخرى، بقدر كمان أقدر أعيش حميمية متوازنة أكتر بقلب العلاقة. هيدي كلها عناصر عم نحكي عنها تنقول إنه شخص تيقدر يكون ذاته بقلب العلاقة بدي أحترم له ذاته بالأول. وهيدا عم نحكي رجل امرأة، عم نحكي رجل مرأة بشكل متساوي وكامل بهذا الموضوع. أكيد ما في شيء بيميز بالحميمية بهذا الإطار، إنه أنا أشعر إنه قادر أعبر عن أفكاري ومشاعري وقادر أنت تتلقى أفكاري، يمكن ما توافق على كل شيء أو إنه يكون عندي وقتي الخاص. ويكون عندي وقت يعني الخاص، يعني الرجل بالمجتمع الشرقي بيقدر يكون عنده وقته الخاص، المرأة الوقتها مش لا خلص. مشان هيك بدنا نعرف كمان إنه هيدا بقدر ما أنا بحترمها بقدر ما بقدر أنا أعيش نوعية حميمية مشتركة نوعية تنعكس بشكل إيجابي. بقدر ما أنا لا بدي سيطر على الوقت البرسونال وعلى الوقت الكمة إلى حد ما هذا الشخص بده يحس حاله بمطر معين فرستري، حاسس بغبن معين أو بكبت معين بده يعبر عنه بطريقة معينة سلبية بقلب العلاقة. مثل ما قلت لكين أنا الحميمية على مستوى تاريخ الشخصي لما أنا خليك تؤتمن على حياتي بدك تحترمها. تاني شيء كل شيء منقرره بالحميمية سوا ملكنا الخاص، هذا الشيء ما منشاركه مع الآخرين من دون ما ناخد إذن الآخر، لأنه أوقات بيكون في شيء خاص بيصير فجأة بالحيز العام، بعرف أنه صديقة عرفت وأمي عرفت وما بعرف إن عرف من دون ما يكون الشخص يعني موافق على هذا الشيء، وهذا الشيء بيجرح كتير الثقة وبتصير بدها وقت لترجع تترمم هالحميمية عن جديد. يعني احترام أسس الصداقة بهالعلاقة. طبعا مثل ما في أصدقاء في أشياء مشتركة بتبقى مشتركة، بالحميمية بالعلاقة كمان ضروري الأشياء بنتفق عليها أنه هيدي ملكنا تبقى ملكنا، ما بتصير بالحيز العام من دون ما نكون لحنا بالحيز الخاص أخذنا بيرميسيون بهذا المعنى. فإذا بعدين كتير مهم أنه أنا بالحميمية بقدر في أشياء بقبلها، بعرف أعطي بعرف أخذ بعرف أقبل وبعرف أرفض. مش كل شيء بدي أقول عليه إيه لأنه في إشي ما بقدر أقبله، مش كل شيء بقدر لبي لك رغباتك ساعة اللي بدك وتلبي لي رغباتي ساعة اللي بدي. في أوقات كمان بدك تقبل أنك لك لا، لما أقول لك لا ما بقول لك لا لألك، عم بقول لك لا لرغبتك بالوقت الحاضر. اليوم مش قادر لبيها بس بدي لبيها بغير وقت. هذا الشيء بيتعلق بالعلاقة الجنسية، هذا الشيء بيتعلق أوقات بطلبات معينة ممكن واحد يطلبها. يعني أنا بالنهاية ماني موجودة بس لحتى لبي رغبات وحاجات الآخر، أنا كمان بدي أصغي لرغباتي وحاجاتي. وبقدر ما بيصير في تبادلية بقلب هذه العلاقة، بقدر ما الحميمية بتكون كمان محترمة ومصانة وعم تتطور أكثر وأكثر. في أوقات طوعياً شريك من الشريكين بيكون عم يلبي رغبات الآخر بأي وقت. مزبوط، بس أنا هون بكون إلى حد ما عم بعيش ديبندانس تجاه الآخر، نوع من تبعية ونوعا ما مش عم بصغي لرغباتي وحاجاتي الشخصية، والآخر بيقبل ساعتها هيدي اللعبة وبيفوت فيها بس بيوصل لمطرح بدي يشوف انه هالموضوع ما بقى يناسبني بمكان ما، لانه لا انا ولا انت عم ننضج بالعلاقه، وانا ما فيني كمان على طول كون مجير رغباتي للاخر، يعني الا ما بده يرجع يقطع المساج بطريقه ديركت او انديركت انه في وقت بدها تتغير قواعد اللعبه. ومن اسباب الروتين بالعلاقه كمان. ومن اسباب الروتين اكيد هي الاوقات بتضغى بشكل او باخر. فبس برجع بقول انه الحميميه انه انا يكون عندي قدره، انه قديش بشوف اوقات كوبليت ما بقدر انا اعبر لك انا شو بفكر شو بحس، لانه بشعر بالاساس انت ما بتصغي او عندك مشكله انك تقبل انه انا اعبر لك عن مشاعري وافكاري. يعني اليوم الكوميونيكاسيون هي مش بس خبرك انه شو عملت بالشغل او شو بدي اطبخ بكره او قصه الاولاد، الكوميونيكاسيون بالعمق انه انا اقدر اكشف لك ذاتي من جوا، انا شو عم بعيش يمكن انغواس معين، قلق، عم بعيش رغبه معينه، مش عم بعرف كيف بدي احسن بموضوع معين. يعني اشعر انه انت قادر تستقبل الشيء اللي عم بقوله من دون ما تحكم عليه، ومش ضروري يكون موافق على كل شيء انا بفكر فيه بحس فيه، بس اقلها قادر تحترم انه انا عندي خصوصيه وعندي يمكن اليوم بهاللحظه من حياتي عم بعيش اللي عم بعيشه. يعني هون كثير مهم انه واحد يعرف كيف بده يعبر، بس كثير مهم انه يكون عنده الشجاعه انه يسمع. عندي الشجاعة أنه اسمع وامشي مع الآخر بالمسيرة يلي هو فيها، اسمع ويصغي ويفهم، لأنه اليوم أوقات كتير كاتيا ممكن أعيش محن معينة، يمكن أعيش تقلبات، يمكن أعيش تحدي بشغلة بحياتي الشخصية بعلاقتي مع أولادي. طب إذا ما في هيدي المساحة الحميمية اللي بقدر أقول للآخر اليوم أنا تعبانة، أنا اليوم مش قادرة أعمل، أو أنا اليوم
عندي فكره جديده او حلم جديد، قديش قادر تصغي له، قديش قادر تحترمه، يمكن ما له علاقه بحلمك بس قديش قادر كمان تشجعني بهذا الموضوع وتكون معي بهذا الموضوع. في مشكله انه هون بكل الاشياء اللي عم نحكيها بيتوقع الشريك من الاخر انه يكون عم يفهم الاشياء بدون ما يخبره اياها، يعني ما ضروري يخبرك انه انا تعبانه او ما ضروري اقول لك انا شو عم حس، لازم انت تكون عم تعرف، اذا بتعرفني منيح لازم تعرف بشو عم بمرق. هيدي كمان من الميت اللي احنا بنسميها بالعلاقه، انه الشخص بده يحذر دائما انا شو بفكر او شو بحس، والا ما بيحبني او ما بيحترمني. مش مزبوط انه دائما لازم الاخر لازم يحذر. اذا انا عايش بحميميه معناتها انا بقدر اول شيء اطلب، معناتها انا بقدر اعطي، معناتها انا بقدر اقبل من الاخر رغبه معينه او حب معين او طريقه تعبير معينه. فبقدر ما انا بكشف ذاتي وبقدر يكون عندي ليونه بين القبول والرفض، العطاء والاخذ بقلب العلاقه بكل مضامينها، بقدر ما بكون اكثر عم بقدر خلي الاخر يكون حاضر لإلي وبيعرف يحبني بالطريقه اللي انا بنحب فيها وبالطريقه اللي هو بيحب يحبني فيها. هالتوازن كمان بين حميمتين، انا كيف بحبك وكيف انت بتحبي تنحبي مني بنفس الوقت. بس انه انا دائما بدي لومه وعاتبه انه انت ما حبيتني او ما كنت حاضر، صرنا فتنا بعلاقه اكثر فيها شانتاج، فيها مانيبيولاسيون، فيها كولبابيليتي، ذنب وتحميل الاخر مسؤوليات هو مش بمكان عم بيقدر يساهم ايجابيا بقلب العلاقه. باطار الحميميه الطلب شغله صعبه لكثير من الاشخاص. ايه ولكن طلب كثير مهم، انه انا عارف اطلب، انا عارف يتعلم الواحد يعرف اكيد بيتعلم يطلب. هلا يمكن احنا بنحس انه انا ما لازم اطلب، ما بحط على نفسه يعني. ايه ما بحط، ولكن الحميميه بتقتضي انه انا في جزء من سعادتي مرتبط فيك وسعادتك مرتبطه فيي، لانه احنا مؤتمنين على بعض على المساحه المشتركه، وبالتالي بقلبها انا عندي هذا الحيز، هالحرية انه انا اطلب، انه انا ارفض، انه انا اخذ، انه انا اعطي، من دون ما احس انه لا انا كانه بدي البس كفوف بمطرح او انا مش قادر اوصل لك فكره. بس بنفس الوقت بقدر ما في حميميه مشتركه، بقدر ما قلت لي كمان كاتيا، في مساحتي الشخصيه، في حلمي الشخصي، في افكاري الشخصيه، وفي علاقاتي الشخصيه كمان، انا كمان عندي حيز انه يكون عندي علاقات، يكون عندي شبكه علاقات من اهلي لاصحابي لزملائي، وكمان مش انه انا بدي يكون كمان الاخر بده ينقي لي مين علاقاتي ومين، يعني كمان هيدي بدنا ننتبه لها، نقاط كثير مش هيك، في فرق بين انه عندي رغبه تجاهك او رغبه عليك، انا بحكي معك او بحكي عليك وبحكي عنك وبقرر عنك وفكر عنك. هيدي اوقات كثير احنا ما بننتبه بالعلاقه، بتصير علاقه دائما بتروح صوب دومينو دوميني، يعني في حدا خاضع وحدا عم بخضع الثاني بالعلاقه. طب هون العلاقه لا تكون صحيه يعني وسليمه، لازم الشخصين يكونوا واعيين لهالمواضيع. اذا شخص واحد واعي لهالموضوع كيف بيقدر ينقله للشخص الثاني؟ هلا اذا انا بمكان ما عم بقدر اكشف حال الاخر بس يمكن الاخر عنده صعوبه يعبر، انا بحترم هيدا الشيء، او يعني بالمرحله ذاتها بعرف انه يمكن هذا الشخص ما تعود يعبر او عنده صعوبه انه يوصل افكاره او مشاعره. فاكيد ما بدي اجي بشكل بدي هته او بدي احسس انه انت غريب عن حالك وغريب عن العلاقه، بدي ساعده بمكان ما انه يشعر بالثقه انه اذا كان معي بيقدر يعبر عن ذاته بالطريقه اللي هي بتريحه او بالوقت اللي هو بيريحه. كمان قصه التايمينج كثير مهم، يعني لانه اوقات كثير كمان ما بننتبه امتين بدنا نكشف عن ذاتنا، لانه بتعرفي كشف الذات كمان بده استعداد نفسي، يعني مش معقول واحد واصل من الشغل وبعده تعبان صار لازم نحكي، ما بتزبط. اوكي او انه في شيء كثير، يعني بدنا ننتبه للتايمينج، بدنا ننتبه انه كمان بده يكون الاولاد درسوا اكلوا ناموا الى اخره، يعني الامور الحميميه بدها كمان استعداد نفسي، بس بدي انتبه مش بدي دائما طنش ولا ومش وقتها وما الجلاده وعيش دائما بهيدا الرفضيه بمكان ما. بس هون كمان اوقات يعني لما الشخص بيكون عاطي المساحه اللي عايزها الشخص الثاني الشريك الثاني، ممكن انه كثير من المسؤوليات، يعني بكون في كوبل وعائله وبيت، في كثير مسؤوليات بتترتب على هالاشخاص، فلما شخص يعطي مساحه للثاني اوقات تترتب كل المسؤوليات عليه وما بيكون هلا وقت هالمساحه يعني اللي بده يعطيها كمان هون. بس كمان المساحه الشخصيه ما بتعني المساحه المشتركه او التعبير، مش معناتها انه انت لما انا عم بكشف لك عن شيء معناتها انت بدك مسؤول عنه. ما انا كمان مسؤوله بقدر ما انت مسؤول عن شيء اللي انا عم بطلبه او عم بطلبه منك او عم بطلبه من ذاتي، يعني مش هيك بدنا نتجنب دائما الديبندنس بقلب العلاقه، انه في حدا بده يصير بده يجير له حاجاتي ورغباتي وتصرف، هيدي مسؤوليتك. لا، وجعي مسؤوليتي بالدرجه الاولى،
وفرحي مسؤوليتي بالدرجة الأولى، وفرحنا ووجعنا مسؤوليتنا المشتركة، نعرف كيف اثنيناتنا كيف نساهم بالتعاطي فيه وبعلاجه بشكل أو بآخر أو بتعزيزه. فادي اهلا وسهلا فيك، شكرا لك، دائما افكار يعني بوزيتيف، يعني كل النيجاتيف بيقلب بوزيتيف معك. بقدر ما نحن بنقدر نعيشها بهالمعنى اكيد ليش لا. شكرا لك، مو ويكند، ننتقل هلا لوقفه ونرجع.